هل تخيلت يوماً أن تتناول طعامك في السماء؟ هذه الأمنية أصبح بالإمكان تحقيقها في إمارة دبي، حيث يتيح مطعم دينر إن ذا سكاي هذه الفرصة لزواره في تجربة تحبس الأنفاس. ما أن تجلس على الطاولة، يتأكد الطاقم من ربطك لحزام الأمان، ثم ستشعر بأن الطاولة ترتفع شيئاً فشيئاً لتنقلك إلى ارتفاع يصل إلى 50 متراً عبر رافعة مخصصة لذلك. أثناء هذه التجربة المميزة، ستستمتع بالإطلالة الخلابة بالإضافة إلى استراحة شاي أو وجبة غداء أو عشاء شهية وسط الأجواء المميزة. يتيح المطعم لضيوفه فرصة الاستمتاع بهذه التجربة حتى نهاية أبريل المقبل.